بسم الله. مرحبا، أنا عبد الهادي العجلة، فيلو سينيور فيلو في مبادرة الإصلاح العربي. أرحب بكم جميعا. اليوم 7 من أكتوبر، عام مضى على بدء المجزرة وعلى عملية حماس في غلاف غزة. خلال هذا العام تغيرت موازين وتغيرت معادلات داخلية في فلسطين وإقليمية وعالمية. هناك إبادة مستمرة في قطاع غزة، امتدت الحرب والإبادة إلى لبنان الشقيق، ومن ثم تغيرت معادلات وانخرطت بدول أخرى وجماعات أخرى في المنطقة، من اليمن إلى الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وكذلك انخراط الجماعات المسلحة العراقية في هذه الحرب. هناك كذلك دور جديد أو انعدام الدور لبعض الدول مثل دول الطوق من الأردن والعراق وسوريا. هناك دور تلعبه دول الخليج. إذن نحن أمام خارطة جديدة. هناك عالم أيضا منقسم دوليا. هناك من يطلق على هذا الوضع بعالم ما بعد غزة. لمناقشة هذه الأمور وللاطلاع أكثر على ماذا في جيب هذا المستقبل القريب، وماذا يكون وماذا الوضع الآن الراهن في ظل امتداد هذه الحرب ومتغيرات الإقليمية، نرحب بثلاثة من الخبراء في أمور الشرق الأوسط. معنا من الزميلة حفصة حلاوة، وهي استشارية مستقلة وتعمل في مجالات الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، ولها باع طويل ومناصب بحثية رفيعة في العديد من المؤسسات العالمية في مثل معهد الشرق الأوسط في واشنطن. معنا كذلك الزميل فارع المسلمي، وهو زميل باحث في تشاتم هاوس ومؤسس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ويركز في عمله على اليمن ودول الخليج، ولكن له أيضا أبحاث وباع طويل في تحليل الديناميكيات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. كذلك معنا الزميل نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، وشغل سابقا مناصب قيادية عدة في منظمة Human Rights Watch، وكذلك يدير أيضا مبادرة الإصلاح العربي لخبرته الواسعة في قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لنبدأ بالسؤال الأول. طبعا سنبدأ بطرح الأسئلة، ومن ثم سيكون بالإمكانية أن تكتب الأسئلة مباشرة ولاحقا يتم الإجابة عليها. نديم، نتحدث هنا وبيروت وغزة تضرب من الجو والبر والبحر، وكذلك إسرائيل تتحضر لضرب إيران. أين نحن الآن؟ أين نقف من تغيرات سياسية عميقة في المنطقة؟ طبعا لم نكن لنتخيلها قبل عام تماما. كيف تقرأ الصورة الآن؟ شكرا عبد الهادي، وشكرا للحضور. ما في شك، يعني يمكن بعد سنة بيسوى نرجع نتذكر وين كنا ب 6 أكتوبر 2023. المنطقة كانت مقسومة نوعا ما إلى معسكرين، معسكر ما يسمى بمحور المقاومة أو الممانعة، هو عمليا كان بقيادة إيران وعنده علاقات ثابتة مع النون ستيت أكترز، إن كان يعني مع حزب الله، إن كان بالعراق، إن كان حتى بوجود ميليشيات بسوريا، وعلاقة جيدة جدا مع الحوثيين في اليمن. وبنفس الوقت كان في معسكر ثاني عم بيعيش أكيد تقارب من زمان مع الغرب والولايات المتحدة، بس كنا عم نشوف فيه يعني جهود حثيثة للتطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقات إبراهام. وكانوا بين المعسكرين في يعني بعض المناكفات وبعض المناورات، ولكن ضمن هوامش ضيقة جدا. يعني ممكن يكون ما في حتى نقول حروب،
يعني إشكالات بالوكالة، ممكن يصير في ضغط على معسكر أمريكي على أطراف الحدود الأردنية السورية، ممكن يصير في تحدي، بس الجبهات الأساسية مثل جبهة جنوب لبنان كانت هادئة، وهو عمليا كانت هذه الفترة أكثر شيء فيها هدوء منذ زمان. لماذا؟ لأنه كانوا اللاعبين الأساسيان إيران وإسرائيل كانوا نوعا ما مرتاحين بالوضع الراهن بستاتوس كو بهذه اللحظة. إسرائيل علاقاتها عم تتحسن مع كل بلدان الجوار، اقتصادها ماشي منيح، التطبيع، وكان إذا بنتذكر كان الحكي إنه كيف هتطبع مع المملكة العربية السعودية. بنفس الوقت إيران هي كانت نوعا ما بانتظار نوع من مفاوضات أكبر، اتفاق نووي، ينعمل نوع من باكج ديل، أو إذا ما كان حيحصل اتفاق نووي عم تنظر اللي عم يحصل بأوكرانيا وتقول يمكن الأمريكان رح يضعفوا، يعني بالعالم عم بيصير في عدة أوجه. من كان الخسران عمليا؟ كان الخسران عمليا وأكبرهم كانت صراحة القضية الفلسطينية، يلي هي كانت شوي شوي عم بيتم محيها. وبتذكر بهذه الفترة بأي اجتماعات بأي محافل دولية أي شخص حاب يتناقش بالقضية الفلسطينية كان في نوع من نظرة من المسؤولين الغربيين والعرب حتى أنه خلص الموضوع عم ينحل تلقاء ذاته، حماس محاصرة بغزة والضفة عم بتضمها شوي شوي إسرائيل وما حدا سئلان. 7 أكتوبر نوعا ما إجت حماس قلبت الطاولة، أوكي، غيرت قواعد هذه اللعبة، أو حاولت بالأصل يمكن ترمي حجرة بهذه المياه يعني الراكدة. بس يمكن هون اللي صار إنه الضربة كانت مؤلمة جدا لإسرائيل، والشوك اللي خلقته بإسرائيل أدى إلى أن الوضع الراهن ينقلب. هلا إذا احنا بنتذكر باللحظة الأولى بعد 7 أكتوبر المعسكرين الأساسيين اللي حكينا عنهم ما كان بدهم يغيروا الوضع الراهن كليا، يعني ما كان حدا بالأصل حابب يوصل اللي احنا وصلنا له اليوم، بس كان كل لاعب عنده اشياء مرتبط فيها. يعني بعتقد حزب الله حس حاله انه لازم يسند حماس، ويمكن كمان كان فكر انه هيدي فرصه له انه يرجع يرمم الصوره تبعيته على المستوى الاقليمي بعد ما كان دخل ب وحول سوريا، وايضا بعد ما كان وافق على التفاوض على الحدود البحريه بين لبنان واسرائيل. فكانت نوعا ما انه قواعد اشتباك محدوده بتسمح له بذلك. وحتى البلدان العربية اللي هي كانت تقربت من إسرائيل بالفترة الأولى إذا نتذكر أول كم يوم كانوا نوعا ما أنه هذا حق على حماس وعلى إسرائيل أن تستعيد بزمام الأمور. اللي حصل مش ب7 أكتوبر، اللي حصل ابتداء من 8 أكتوبر بالرد العنيف جدا من إسرائيل يلي بعدين وصل إلى مستوى الإبادة الجماعية أدى إلى تغيير المعايير يعني باللحظة الأولى. وباللحظة الثانية يعني إذا شفنا إذا تنقول حماس هي اللي هزت القواعد اللعبة أول شيء، عمليا اليوم وصلنا لدرجة خاصة بعد 10 أشهر إسرائيل قالت لعدة أسباب يمكن فينا نفوت فيهم بعدين، أسباب مرتبطة بنتنياهو ومشاكله الداخلية، أسباب مرتبطة بالسياسة داخل إسرائيل، ويمكن أسباب مرتبطة بحرب 2006 بين لبنان وحزب الله. إسرائيل اعتبرت حالها أنه هي العودة إلى الوضع بما كان في 6 أكتوبر هو صار أمر مرفوض. فاليوم عم نشوف إسرائيل عم تتوجه إلى محاولة إعادة يعني تغيير الستاتيكو الوضع الراهن بالمنطقة بما يناسب أجندتها، وعم بتفرجي أنه هي مستعدة. العنف المفرط يلي شفناه بغزة هي مستعدة تستعمله بلبنان، لا بل هي يعني مستعدة أنه تنتقل من المواجهة عبر الوكلاء إلى المواجهة مع إيران مباشرة، وهذا يمكن اللي حنشوفه بالساعات أو الأيام القادمة. وهذا يعني يمكن هون بس بختتم، هل تغيير قواعد اللعبة دفع
باقي الدول وباقي الجهات عليها أن تتموضع. يعني بقيوا أشهر عم بيقولوا نحن بنفضل نرجع على الوضع الراهن، على الستاتو كو، بس هلأ ما بقى فيهم. احنا شفنا انه حزب الله اول شيء اللي كان شايفها كجبهه اسناد عم بيخوض يمكن اكبر معركه بتاريخه اليوم. إذا تقرأ الصورة الآن بأن هناك أولا مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل، هناك تحالفات ما جديدة، ولكن أيضا إسرائيل ترفض العودة إلى ما قبل 7 من أكتوبر العام الماضي. 100%. وبس والفكرة بعدين بعت الكلام، أين نجد الدول العربية بذلك؟ أوكي؟ وهون بنشوف أنه الدول العربية غائبة، يعني عم بتحاول تقدم شيء، وشفنا آخر تجربة مع الورقة، يعني مع الموقف العربي بالأمم المتحدة والأوب إد، المقال اللي كتبه وزير الخارجية السعودي عم بيقترح العودة إلى يعني السلام مقابل حل الدولتين. بس لحديت هلا يعني في مبادرة دبلوماسية من الدول العربية، بس الدول العربية لم تستعمل أي من النقاط الليفرج أو نقاط التأثير اللي هي موجودة عندها تتأثر على هذا الموضوع بأي شكل فعال. لم تنسحب أي منها من يعني اتفاقيات التطبيع، ولم تستعمل أي من اللي شفناه بالماضي، السلاح الاقتصادي، سلاح النفط أو غيره من هذه المواضيع. شكرا نديم. حفصة، نديم وضع لنا أو أعطانا صورة عامة عما يحدث، ولكن هناك متغيرات عدة. رفض العودة من قبل إسرائيل لما قبل 7 من أكتوبر، غياب الدول العربية برغم محاولات، كذلك المواجهة المباشرة بين قوتين إقليميتين إيران وإسرائيل، لم تعد حرب بالوكالة. ولكن السؤال حول الدول العربية، إذا هناك عالم جديد يتشكل، تحالفات معلنة وغير معلنة، طبعا هذا يشمل الدول العربية. السؤال، هل سرعت عملية أكتوبر من إعلان التحالفات غير المعلنة؟ وكيف ترين دور دول المنطقة بما فيها إيران وتركيا في ظل هذه الإبادة؟ وكذلك إن أمكن أن تعطينا صورة حول العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. شكرا عبد الهادي لهذا اللقاء، وأتفق جدا مع كلام نديم. بس من ناحية العلاقات حول المنطقة، سواء يعني ما بين الدول العربية أو الدول العربية ودول بالمنطقة غير عربية اللي هو مختص إيران تركيا وإسرائيل، أنا شايفة إن في من بعض العلاقات سرعت بسبب 7 أكتوبر أو اللي بعد اللي تم بعد 7 أكتوبر مختص القضية الفلسطينية. بس بنفس الوقت يعني بشكل عام هذا التغيير أو هذا سواء تصليح العلاقات أو تغيير من ناحية المواقف كدول، هذا صار لفد يعني تقريبا 3 4 سنين في التشكيلة، يعني من 2011 إلى الآن. شفنا إلى الآن حوالي 3 تغيرات رسميا يعني بالمنطقة من ناحية العلاقات، وهذا اللي يديره هذا الثورات العربية اللي تمت في 2011، والتغييرات اللي تمت من 2016 2014، الحرب ضد داعش بسوريا والعراق، ومن تقريبا 2019 2020 شفنا تصليح بالمنطقة، سواء الاتفاقية الإبراهيمية، اتفاقية العلا ما بين الدول الخليجية زائد مصر، يعني كل دولة واتفاق ويا تركيا، وهذا يعني يختص بالبرنامج الاقتصادي بعد يعني الأزمات الدولية، سواء حرب أوكرانيا، كوفيد، أو ما بعد الحروب بالمنطقة. واللي يديره أكثر شيء، أو يعني من رأيي على الأقل، اللي هو يعني اتجاه أو يعني اتجاه من الدول الخليجية إدارة صراع على مستوى المنطقة أكثر من هو حل الصراع. وشفنا بعد 7 أكتوبر إن هذا على مدى 50 60 سنة يفشل بالآخر، يعني ما نقدر كمنطقة كدول عربية
سواء في تحالف أو ما في تحالف، إن نكمل على مستوى المنطقة بإدارة الصراع، سواء داخل دول مثل سوريا، اليمن، ليبيا أو غير، وطبعا من أساسه الأساس هو القضية الفلسطينية. أكو أشياء أو في سوري أشياء أني شايفتها تسرعت بس تحسنت بعد 7 أكتوبر، وأكثر شيء هذا طبعا علاقة الدول الخليجية مع إيران. شفنا من بداية 2020 أو 2021 مو يسمى التطبيع بس الدتونت ما بين المملكة السعودية وإيران، وهذا بشكل يعني آخر 4 سنين صار كتير قوي في كل المجالات بيحكوا فيها. وطبعا أساسه هذا أساس الموضوع هذا إنه سواء يكون في أي حل الحرب في اليمن أو يعني على الأقل إدارة في اليمن، بس أكثر يعني بنفس الوقت في تواصل على مستوى سياسي واجتماعي معدي للدرجة أن من ساعة 7 أكتوبر إلى حتى الوفاء المفاجئ اللي هو من الرئيس الإيراني ووزير خارجية الإيران وما بعد، شفنا اتصال يعني أسبوعياً ما بين بالذات وزارات الخارجية، بس طبعاً ما بين رؤساء الدولتين. فأكثر شيء اللي تغير ما نقول ان هي غير معلنه، بس التكسير الاجتماعي بالتحالفات مع الغرب بالتاكيد بامريكا مع اغلبيه الدول العربيه وطبعا داخل فيها تركيا، صار في كسر على مستوى اجتماعي من الشعب العربي تجاه الحكومات بالغرب. وحتى وهذا الخوف الأمم المتحدة، مجلس الأمن والإدارات الأخرى على مستوى الدولي، وهذا الشيء يخلي إنه أغلبية البيانات اللي نسمعه من الدول العربية سواء من الجانب القضية الفلسطينية مصر والأردن أو اللي هم الدول الخليجية أكثر تركيزاً على الضغط داخل الدول والضغط وسؤال الشرعية مع النظام داخل البلد سو يعني أيا كان. وهذا الشيء يعني يسمى ان احنا الى الان بدنا ننطي يعني بشكل دبلوماسي بشكل رسمي كلام على حل الدولتين ما بين فلسطين واسرائيل، بس على الأرض وبشكل واضح يعني ممكن نقول أو ممكن نقول إنه داخلين بفور ب ب بفيز جديد من القضية أو المناصرة على القضية الفلسطينية، إن ما في بعد حل الدولتين، وهذا مشكل تحالفات مختلفة. شفنا من رئيس الخارجية السعودية التحالف الدولي على قضية فلسطين أو يعني دولة بناء دولة فلسطينية، بس لا أعتقد إنه في، وهذا الشيء بس أختلف مع نديم فيه، إنه قوة الدول العربية اللي يدخلون أو يستخدمون سواء ضغط أو ليفرج أو يعني اللي بإيديهم، هذا الشيء مو بس مو منطقي، بس مو بس ليس يعني ليس بالفعل راح نشوف يعني على مستوى العلاقات الدبلوماسية أو نفط واقتصاد يعني، أو بنظري شايفة إنه صار مثل ما بعرف بالعربي كاتش 22 من ناحية الدول العربية، إن هم بشكل أمنية وبشكل سياسي معتمدين جدا على الغرب وجدا على أمريكا، فما عندهم غير طبعا ان هم تحالفات بناء على صوت الشعب واجتماعيا اللي احد يريد حركه على القضيه الفلسطينيه وطبعا هسه او هلا على القضيه اللبنانيه. أكيد. حفصة في دقيقة تفضل. يعني لا أعطيك تفضل. وقت، لكن حتى نعطي فرصة آخر لأنه في أسئلة أخرى بتقول، لكن في دقيقة
كيف ترين التحالفات مع إسرائيل خصوصا دول الخليج؟ وطبعا هي اكثر بلاغ ان شفنا ان المملكه السعوديه تحولت من تكمله خطه التطبيع مع السعوديه، ان هي يعني هلا خلاص انقطع الموضوع الى ان ما يكون في خطه اساسيه او حتى يعني خلق يعني بناء دوله فلسطين، دوله فلسطين. هذا برايي يعني ما كنا ب 6 اكتوبر يعني بالتأكيد نشوف تطبيع ما بين المملكة السعودية ودولة إسرائيل. هذا شيء طبعا داخل فيه سياسة وأمن وعلاقات مع الغرب، بس بالأساس أو من رأيي على الأقل بالأساس شايفة إنه المملكة السعودية ليس أبدا يعني تخسر علاقاتها أو قوة العلاقات والتواصل مع دولة إيران وما بعد طبعا الدول العربية في المنطقة على أساس تكسب التطبيع مع دولة إسرائيل. شكرا شكرا حفصة. إذا الآن نحن أمام متغيرات وتحالفات جديدة، ولكن أهم هذه المتغيرات الإقليمية حسب زميلتنا حفصة هو التطبيع مع إيران. ودعونا لا نقول التطبيع لأن العلاقة الطبيعية في هذه المنطقة بين إيران والدول، ولكن أصبح في هناك تحسن لهذه العلاقات، هناك انتهاء لمشروع التطبيع الإسرائيلي السعودي، وأن المشروع بشكل عام أصبح في التحالف الدولية إدارة صراع وليس حل. ولكن هناك فواعل محلية أصبحت فواعل إقليمية وربما دولية. ننتقل الآن إلى زميلي فارع. اليمن تحول من لاعب محلي إلى لاعب إقليمي، أصبح حارس البحر الأحمر ووضع سيطرته على مدخل البحر الأحمر، وخصوصا هذا يأتي بعد أو أثناء عملية السلام اليمنية. كيف تقرأ انخراط جماعة أنصار الله وهم جزء في تحالف محور الممانعة أو المقاومة في الحرب في المنطقة؟ مشكور جدا عبد الهادي، ومشكور ايضا نديم واراي لهذه الجلسه. هذا شيء يشبه اراي جدا، وان كنت لا احب الموضوع ولكن له علاقه بالحديث عن المنطقه وقياده الحديث عن المنطقه من قبل ابناء المنطقه، وان كان الموضوع جدا تعيس. ولكن دعني أقول مجموعة من الأشياء. أولا، فيما يتعلق بآثار 7 أكتوبر ودواعيه أو تداعياته عفوا على اليمن، أولا دعني أقول لك معلومة، أنه أنا كنت في 6 أكتوبر حجزت تذكرة إلى مكان ما لتوقيع اتفاقية خطة السلام في اليمن. كنا على بعد كم يوم من الوصول إلى عملية سلام في اليمن لولا أن 7 أكتوبر أنهت هذا الموضوع، وكانت خارطة الطريق ليست جميلة وليست متكاملة، ولكنها كانت خارطة الطريق لليمن. وهذا اللي حصل في 7 أكتوبر أنهاها على فكرة لفترة طويلة لأسباب محلية وإقليمية وداخلية، وأيضا فيما يتعلق بالبعد الإقليمي. ثانيا، الذي حصل بعد 7 أكتوبر هو فعلا نقل الحوثيين من المستوى المحلي فقط إلى المستوى الدولي والعالمي، من صفتهم مشكلجيين محليين إلى صفتهم مشكلجيين عالميين. وهذا الموضوع هو شوية ملتبس، لأنه بالنسبة للإخوة كثير الفلسطينيين والكثير من الأنصار أيضا محور المقاومة كان شيء جميل، لكنه في الواقع دمر اليمن. دعني أكون صريح بهذا الموضوع بمستويات كثيرة، ونقل اليمن إلى قلب الاستقطاب المنطقي الإقليمي الحاد، ونقل جماعة الحوثيين إلى مستوى مؤخر جديد. وهذا المستوى مؤخرا أيضا تفاقم مع مقتل حسن نصر الله. بالنسبة لعبد الملك الحوثي، الشيء الوحيد الأسوأ من مقتل أخوه مؤسس الحركة، أخوه الكبير،
حسين الحوثي أو من مقتل والده كان هو مقتل حسن نصر الله. كان حسن نصر الله بالنسبة للحوثيين وبالنسبة لكثير من أقطاب محور المقاومة في المنطقة هو الفيكسر زي ما يقال بالإنجليزي، هو هذاك المعالج، وبالنسبة للحوثيين كان هذا موضوع جوهري وذاتي ونفسي وسيكولوجي، إضافة إلى أنه أيضا كان له بعد عسكري، أن الحوثيين في الواقع أن حزب الله في الواقع وليس إيران، كان هو في الواقع ما صبغ علاقة الحوثيين العسكرية، وهو ما تدربوا في لبنان تحديدا في جنوب لبنان، وتحديدا كان أول مقاتلين أجانب ينضموا إلى الحوثيين في اليمن في الواقع كانوا هم حزب الله لمدة سنوات. فكان هذا الموضوع بالنسبة لهم هو جوهري، أولا سيكولوجيا وأيديولوجيا وسياسيا، ولكن أيضا في نفس الوقت عسكريا. وهنا النقطة الأخرى التي أريد أن أضيفها، واسمح لي أن أنا أختلف مع حفصة، هو اعتقادي أنه في الواقع ما حصل بعد 7 أكتوبر هو أن فكرة التطبيع ما بين السعودية وإسرائيل في الواقع هي ارتفعت، أسهم وبورصة التطبيع هي ارتفعت لسبب بسيط، هو أن السعودية كإسرائيل أحست بشكل مضاعف أنها مطوقة بميليشيات إيرانية، سواء الحوثيين أو سواء حماس وغيرها والجهاد في فلسطين أو في لبنان حزب الله. فهذا الموضوع رفع من أهمية أو من بورصة فكرة التطبيع، وإن كان هذا الموضوع يبدو مختل الآن سياسيا، لكنه في الواقع من وجهة نظر أمنية إذا ما فكرنا بفكرة التطبيع بأكثر من مستوى، لها حاجة عسكرية وأمنية وأحيانا رقابية، وهذا هو كان ما قاد التطبيع ما بين الإمارات ومثلا وإسرائيل، أنها دول يعيشوا مثلا على السيرفيلنس زي ما يقولوا أو على الرقابة. هذا الموضوع هو ضاعف هذا الموضوع بالنسبة للسعودية، وضاعف هذه الحاجة وضاعف هذه أهمية هذه العلاقة، تحديدا فيما يتعلق بوجود الميليشيات على حدود هذه الدول. ما هو فارق في اليمن بشكل مضاعف أيضا هو أن هذه السردية التي كانت متواجدة لمحور المقاومة في الواقع تفككت، مع أن البعض يعتقد أنها ارتفعت لكنها تفككت. أولا بالنسبة لعموم اليمنيين هم لا يفرقوا بين عبد الملك، أنا أتكلم على عموم اليمنيين وليس على اليمنيين الذين تطلعهم قناة العالم أو الجزيرة، عموم اليمنيين لا يروا فارق ما بين عبد الملك الحوثي وبنجامين نتنياهو. ما عمله الحوثيين في حصار تعز كمدينة كان في الواقع شيء فعلا، ولا أبالغ إن قلت أنه يشبه حصار الإسرائيليين على غزة مع فارق الإمكانيات أنه قدرة الإسرائيليين، ولكن الموضوع الملتبس المتعلق بالاعتداء، المتعلق بالحصار، المتعلق بمنع المساعدات الإنسانية، هذا السردية اليمنية، وربما هذا هو شيء مختلف، أنه متواجد فيما يتعلق بعقل اليمنيين ولكنه ليس متواجد في عقل المنطقة والإقليم تحديدا. لما تشوف هناك حالة احتفائية في المنطقة إجمالا بسلوك الحوثيين، بالنسبة لعموم اليمنيين هذا هو أكبر اعتداء معنوي على تواجدهم إلى الآن تم، لأنه بالأخير الحوثيين هم حصلوا على السلطة بالقوة وبانقلاب وبدعم من إيران وبتفاهمات مع ميليشيات أخرى في المنطقة بما في ذلك حزب الله. هل هذا الموضوع تغير بعد قصف إسرائيل للحديدة؟ نعم تغير، هو تغير لأن هناك حساسية مهمة ووطنية وإنسانية وتاريخية في اليمن فيما يتعلق بفكرة إسرائيل المعتدية على العالم العربي. هذا الموضوع الاعتداء العام لا يتفاوض حول اليمنيين، سواء كنت حزب الله أو كنت مصر أو كنت لبنان أو كنت الأردن، هذا الموضوع لا يوجد، يعني هو موضوع حاسم بالنسبة لعموم اليمنيين.
فهذا الموضوع أكيد تغير بعد هجوم مرة ثانية إسرائيل على تحديدا الحديدة وأكثر من منطقة في اليمن، لكن هذا لم يغير من ديناميكية النزاع المحلية اليمنية في نهاية المطاف المتعلقة بجماعة أخذت السلطة بالقوة وانتهكت دستور وجمهورية وقانون وحياة وأهم من ذلك مستقبل اليمنيين في المدى الطويل. إذا سمحت لي بس كمان بستين ثانية، هناك أعتقد شيئين مهمين لازم أن احنا ننتبه لهم كباحثين. أولا، إضافة إلى ما قلت أنا أنه عبد الملك الحوثي خسارة حسن نصر الله بالنسبة له كان مرعب، كان أهم من خسارة والده وأهم من خسارة أخوه، لأنه هو أيضا كجزء من محور المقاومة الجيلي الأيديولوجي الذي تربى على رؤيته في 2006، وعنده أيضا قناعات برأي غير إنسانية أصلا متعلقة بالنسل وأنه هذا حفيد الرسول وكان يقاتل إسرائيل في غزة. لكن أيضا هذا على المدى الطويل هو سيعمل شيئين تماما متناقضين. أولا، هو سيضعف الحوثيين بمستويات كثيرة عسكرية وأمنية وتدريبية، وفي نفس الوقت هو وللأسباب الخطأ للأسف الشديد سيرفع من بورصة اليمن، أو من تحديدا من بورصة الحوثيين، خلينا نكون دقيق، المتعلقة في محور المقاومة الذي الآن يرى أنه حسن نصر الله ميت. حتى لما تشوف خطابات عبد الملك الحوثي وأصبعه الغبية، هي جدا محاولة لتقليد حسن نصر الله. فلذلك هناك سيكون في عالم محور المقاومة، وهذا هو ما يميز، وهذا استخدم هذه الكلمة لأنه لا يوجد لدي كلمة أخرى، ما يميز الحوثيين عن كل أطراف المقاومة الأخرى هو أنهم أكثر جماعة متهورة بالمنطقة، على عكس حزب الله على فكرة، وهذه شيء متهورة ممكن تعمل أي شيء، سواء كان الثمن له 30 مليون يمني 40 مليون، ما يهمهاش في هذا المنطقة. فلذلك في بورصة إيران المتعلقة بالحروب بالوكالة، أنا أعتقد أن هذا ما سنراه، أن الحوثيين انتقلوا من المقعد الثاني وربما الثالث إلى المقعد الأول في محور المقاومة بعد مقتل حسن نصر الله. إذا شكرا فارع. إذا هناك تغير في المشهد اليمني هنا على الأكيد، انتقال الحوثيين أو جماعة أنصار الله إلى أن يكونوا في الواجهة، أو يكون عبد الملك نفسه هو واجهة محور المقاومة الجديد ربما، وهناك رفع لبورصة الحوثيين أيضا في داخليا وربما خارجيا، ولكن الديناميكيات الداخلية بالتأكيد تختلف دوما في اليمن. ولكن للاستزادة من هذا الموضوع، أن هناك علاقة أيضا حوثيين مع دول الجوار، هناك استراتيجيات جديدة. وسؤالي لحفصة الآن، كيف تغيرت استراتيجيات بعض الدول العربية بعد 7 من أكتوبر؟ وشو هي التحديات التي تواجه المرحلة الراهنة للحد من توسع الحرب؟ خصوصا هنا أتحدث عن الأردن وعملية الإثنيك كلينزينج أو التطهير العرقي في الضفة الغربية، وهو أحد أهم أو أهداف نتنياهو وجماعته، وكذلك احتلال جزء أو إقامة شريط في جنوب لبنان وربما انخراط سوريا. شكرا عبد الهادي. فارع، بس يعني ليس اعتقد ان احنا نختلف، اعتقد ان احنا بس الاولويات اللي احنا شايفينها تغيرت شوي، بس يعني ما علينا. طبعا مثل ما انت ذكرت، اكثر اهميه على مستوى المنطقه ككل اللي هو وقف التصعيد من جانب الاسرائيلي وتوسيع الحرب. بس بنفس الوقت هو طبعا أكثر تحدي لكل الدول، وأنت ذكرت الأردن ومصر اللي هم على حدود الخطوط الحمراء، مو بس يعني من جانب حرب، بس من جانب العلاقات على مستوى المنطقة.
والأساسيات من ناحية يعني ثم ما شفنا حرب من قبل، إنه في خط أحمر، إنه في يعني اللي هو يسمي بكفي عدد التصعيد وعدد القصف من جانب إسرائيل على المناطق الفلسطينية للدول يعني اللي هم على الحدود، اللي هم جانب الحرب من إسرائيل، سواء غزة أو الضفة، الأردن ومصر. طبعا من أولوية سياسية تحافظ على علاقتهم مع بعض ومع أمريكا، منقول مثلا بشكل أكثر من رسمي مع إسرائيل، توازن مع سؤال الشرعية داخل البلد. يعني الشعب الأردني شفنا عدد المظاهرات بالذات في الأردن، وطبعا حتى في مصر، يعني الواحد طبعا يعرف أن المظاهرات منعت بمصر، بس بنفس الوقت لو الواحد يشوف على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها أنه على مستوى المنطقة الرد أو الإحساس من الجانب العربي بشكل عام تجاه إسرائيل بعد اللي بدأ من 7 أكتوبر هو حالة اللي ينادي ويريد تقطيع العلاقات بشكل كامل. بس هذا طبعا ليس بإيد الدول العربية، فالتحدي توازن ما بين الطلبات تأثير الحروب وتوسيع الحروب أولا على الاقتصاد مستوى يعني داخل البلاد، سواء البحر الأحمر مثل ما صار أذكر، بس بنفس الوقت يعني على مستوى اللي هو التحرك التريد والجودز يعني داخل المنطقة. وبنفس الوقت طبعا احنا كنا على مدى 4 5 سنين اللي هو يسمى بالانجليزي دي اسكليشن، بس حاليا انقلبت الدنيا وصرنا صار لنا سنه بتصعيد ورا تصعيد ورا تصعيد. وطبعا من جانب الدول الخليج ما يريدون اي تصعيد ما بين ايران واسرائيل يوجه لهم باي طريقه، وشفنا من بعض منظمات الحشد الشعبي اللي هم مجموعة منظمات غير حكومية مسلحة داخل العراق تجاه دول الخليج. وفي نفس الوقت طبعا مصر والأردن أكثر شيء هم أكثر أولوية، ما نشوف نقل فلسطينيين خارج حدود مناطق الفلسطينية سواء بشكل يعني مرة واحدة أو يعني بشكل على مستوى الـ على مدار الوقت فهذه التحديات والأولويات. بس مثل ما فكرت يعني الدول العربية ليس عندهم ليس هم في إيديهم إن هم يخلوا إسرائيل توقف، وأكثر سؤال هو كيف إسرائيل راح توقف هذا التصعيد وتوسيع الحرب، لأن ما شفنا أي رد فعل من أمريكا الولايات المتحدة وغيرها ولا الأمم المتحدة. فكيف يعني شو هي الليفرز أو الليفرج مثل ما نادين ذكر، الضغط يجي من وين يخلي يكون إسرائيل توقف هذا التصعيد؟ شكرا. إذن شكرا حفصة. إذن هناك تحديات كبيرة، كتحدي كيف أن نوقف هذه الحرب، لأن امتداد هذه الحرب سيؤثر على هذه الدول. الأردن ومصر في موقف لا أو تحسد أو لا تحسد عليه بالنسبة للمهجرين في مصر. هناك 130 ألف فلسطيني من غزة الآن في مصر حاليا بدون أي أوراق. في الأردن هناك خوف كبير أيضا. أيضا الشيء الآخر، وهناك التحدي، وهو سؤال الشرعية، وهو من التحديات المهمة التي قلت عنها. ولكن بما أنه بدأت في موضوع الأمم المتحدة وقدرات المؤسسات الدولية، ننتقل إلى نديم الآن. نديم،
خلينا نركب الطيارة ونروح دوليا يعني، أو ما هي تأثير هذه الأحداث الأخيرة، خصوصا ضرب إيران لإسرائيل وتوسع الحرب إلى لبنان، الإبادة بطريقة كبيرة، ما هو تأثير هذه الأحداث على موقف الحكومات الغربية تجاه إسرائيل وتجاه الحرب في غزة؟ هل هناك بوادر تغيرات في السياسة الخارجية؟ ما هو دور المؤسسات الدولية هنا؟ شكرا عبد الهادي. خلينا يمكن نبلش بمنظومة الأمم المتحدة قبل ما ننتقل على الدول الغربية. يعني بعتقد منظومة الأمم المتحدة، وتحديدا عم نحكي على الشق السياسي منها، يعني مجلس الأمن وغيره، هو كان مأزوم صراحة صار له حوالي 15 20 سنة. يعني شفنا كمان عدم قدرة مجلس الأمن يعالج الحرب بسوريا، يعالج الوضع بليبيا، يعالج الوضع باليمن وبغير مناطق، حتى بأوكرانيا وب أجزاء كبيرة من أفريقيا اللي صار فيها يعني ميليتري كوز، أخذ العسكر فيها. فهو كان الموضوع مأزوم، بس يمكن يلي فضحه هذه المرة إنه من حوالي سنة ونص أو أكثر شوي، وقت بلشت أوكرانيا، رجعت دول عديدة بالغرب عم بتحاول ترمم بالمؤسسات الدولية والقانون الدولي، بس تحديدا بالمؤسسات اللي هي لازمة لهذا الموضوع. فشفنا إعادة اهتمام ودعم للمحكمة الجنائية الدولية، شفنا إعادة محاولات، يعني حتى في نوع كان من نشاط جديد سياسي من دول الغرب بموضوع المؤسسة الدولية وأوكرانيا. وإذ بلشت الحرب على غزة وشفنا أنه هالنفس المؤسسات وهالنفس المحاولات اللي عم بيقوموا فيها ليسوا مستعدين أن يدعموها بموضوع غزة. يعني النموذج الصارخ هو من جهة موضوع المحكمة الجنائية الدولية يلي هي أصلاً 4 أشهر ونص ناطرين انه تصدي على مطلب المدعي العام بمذكره توقيف لنتنياهو وجالانت وكمان للسنوار وغيره. فهذا كان اكيد ملفت، وبعتقد مش هتكون مفاجاه لحدا انه منظومه الامم المتحده اليوم هي بازمه كبيره. بس بنفس الوقت قبل ما نعتبر انه لازم نغير كل شيء ولا فائده من هذا الموضوع، بعتقد اليوم في معركة مهمة يجب أن وهي يعني يجب أن تخاض على مستوى القانون الدولي ومؤسسات القانون الدولي. وشفنا هون غياب ملفت لجهتين، غياب ملفت للغرب وغياب ملفت للدول العربية. مين كان متواجد؟ كان بعض الدول من ما يسمى اليوم، وهو ليس أوحد، الجلوبال ساوث، بلدان الجنوب وخاصة جنوب أفريقيا، وأيضا وجود لمؤسسات المجتمع المدني من الدول العربية خاصة من فلسطين اللي لعبت دور أساسي عبر الأعوام الماضية لتحضير الملفات وأدت إلى يعني المحكمة يعني الانترناشونال كورت اوف جاستس الاي سي جي، المحكمة الدولية. فهيدا بدل يعني، وكان ملفت إنه تم يعني تغطية الإجراءات بالمحكمة الدولية بشكل على التلفزيونات، وكان في متابعة كبيرة من المشاهدين والمشاهدات بالعالم العربي. يعني مع أنه هذه المباحثات هي إجرائية قانونية وغيرها، ويمكن ما يكون عندها بالآخر فعل مباشر، بس كان عندها دور رسمي لأنه أعادت الاعتبار ووضعت القضية الفلسطينية بقضية العلاقة بالعدالة الدولية. فبعتقد هذه نقطة مهمة فرحنا عنها، يعني أمامنا بموضوع الأمم المتحدة والقانون الدولي، يعني مثل ما بيقولوا A Tale of Two Cities، في روايتين، من جهة غياب وشلل كامل على على المستوى مجلس الأمن وبعض المحافل، ومن جهة ثانية محاولة وإن كان بعد لهلأ ليست توصل إلى نتائج ملموسة،
من عدة دول، أكثرها من ما يسمى يعني بلدان الجنوب، أن إعادة صياغة أو إعادة استعمال هذه المفاهيم بما ينفع قضايا بلدان كفلسطين وغيرها. وهذا يذكرنا بما حصل في فترة ما بالستينات وأوائل السبعينات، وقت كانت حركة النون ألايند موفمنتس، يعني البلدان الغير، آسف ما عم بلاقي الكلمة بالعربي، الغير anyways، دول عدم يعني الانحياز. كانت عن نشيط. هلا بموضوع دول بلدان الغرب، وهون بعتقد كمان يعني احنا ايام عم نبسط بشكل عام انه كل بلدان الغرب هي نفسها. للامانه لا، اوكي، ما في شك انه بلدان الغرب الاساسيه اللي عندها سلطه اقتصاديه وعسكريه وبراسها الولايات المتحده، بس كمان شفنا بريطانيا، المانيا وفرنسا، وان كان في يعني تغير نوعا ما بالموقف الفرنسي، اخذوا موقف داعم لاسرائيل بشكل ملفت. هلا لا، ليس ملفت انه الولايات المتحده تدعم اسرائيل، يعني هذا شيء قديم جدا، بس الموقف الاوروبي غاب عنه بعض المواقف اللي كان ممكن واحد ينتظرها بالماضي. بعتقد هذا مرتبط بثلاث اسباب داخليه لاوروبا اليوم. اولا، انه اوروبا عاشت اخر 15 سنه هاي بفكره انه مكافحه الارهاب يلي عاشتها امريكا بعد ال 11 ايلول وصلت الى اوروبا، وصار في نظره للعلاقات الخارجيه دائما من منظار موضوع مكافحه الارهاب وسرديه مكافحه الارهاب. وهذا بعتقد بلايند سبوت، يعني هذا بيمنع اوروبا تحلل الموضوع بشكل كافي، فكانه اخذوا مقاربتهم لداعش وطبقوها على حماس، ونفس الـ يعني الحكي المدبلج اللي بنسمعه. في نقطة ثانية كمان لازم واحد يشير إليها، هو الصعود اليمين وخاصة اليمين المتطرف بأوروبا، يلي هو يعني عمليا نازل من اليمين المتطرف النازي ببعض البلدان، يلي هو بالأصل كان معادي للسامية، بس شفناه آخر 15 سنة بني تحالف أساسي مع إسرائيل، وخاصة مع يعني ما ممكن واحد يسميهم المحافظين الجدد الإسرائيليين يلي عم نشوفهم اليوم بالحكم. فصار في نوع من تحالف جديد، يعني بالسبعينات والثمانينات كان الحلف بين أوروبا وإسرائيل مرتبط باليسار التاريخي بأوروبا واليسار التاريخي بإسرائيل. اليوم التحالف الأساسي بين أوروبا وإسرائيل مبني على علاقات اليمين المتطرف. والنقطة الثالثة اللي بعتقد هو صعود يعني نوع من المعاداة للمهاجرين بأوروبا، خاصة الأشخاص اللي من أصول عربية أو إسلامية، اللي هي تزايدت بآخر كم سنة. فنوعا ما هذا كمان أثر على بعض مواقف أوروبا. وصراحة اليوم أوروبا، خاصة هذه البلدان، يعني فقدت أي قدرة أن تكون يعني النورماتيف باور، يعني قدرتها أنه هي تكون عندها سلطة تقول أنه هي اللي عم بتحاول تطبق القانون الدولي، هي مع حقوق الإنسان. وبعتقد صار في، ما كانت أول مرة، يعني المقاربة لأوروبا سياستها فعليا ما كانت مبنية فقط على حقوق الإنسان، بس اليوم شفنا بلدان أوروبية كانت تاريخيا دائما داعمة مثلا للمحكمة الجنائية الدولية، بلحظة ما عم بيشككوا بدور المدعي العام وغيره، وهذا شيء يعني ملفت للنظر. بس بنفس الوقت، وهون إذا هل هناك يعني عشان الوقت راح وقت اعطيك إيه؟ في الجوله الثانيه من الاسئله، ولكن السؤال هون هل هناك اي بوادر تغير في السياسه الخارجيه لهذه الدول؟ ما هذا اللي كنت حاول بعتقد لا على المستوى السياسات الرسمي. لا حاليا يمكن الوضع بالفترة القادمة لا يبشر بالخير، وأوضح شيء اللي عم بيصير بالانتخابات الأمريكية، يعني إن كانت كامالا هاريس أو إن كان ترامب، ما فينا نقول إنه عندهم مقاربة مختلفة بشكل فعال على موضوع فلسطين. وشفناه كمان بالانتخابات البريطانية، يعني إجا
رئيس وزراء بفوز واضح من الليبر، وهو يعني تاريخيا اليسار البريطاني، مواقفه باتجاه اسرائيل لم تتغير. ولكن هون بعتقد لازم واحد في بعتقد تغير عم نشوفه على المستوى الشعب الاوروبي وعلى مستوى الجيل الاصغر باوروبا وبامريكا. يعني كل استطلاعات الراي بتدل انه الجيل الصاعد بهيدي البلدان نظرته لفلسطين ونظرته لاسرائيل مختلفه جدا عن جيل اهله او حتى جيل اجداده، وبينظر لفلسطين كجزء من نظرتهم الاوسع الى قضايا محقه وعادله مرتبطه ب السكان الأول للأرض، موضوع مرتبط بموضوع الديكولونايزيشن يعني ضد الاستيطان، مرتبط بموضوع العدالة الاجتماعية، وحتى مرتبط بموضوع العدالة البيئية ومن يحق له بخيرات الأرض. هذا جيل واضح. هلأ هذا الجيل عم نسمع صوته، عم نشوفه بشكل واضح وين؟ بالجامعات، عم نشوفه بالشوارع، عم نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة التيك توك والإنستغرام. بس هذا الجيل لحتى اليوم لا يفعل صوته بالاقتراع، فهو عمليا لا يؤثر، ما عنده نفس التأثير حتى اليوم، قد يتغير ذلك بعد 5 سنين وعشر سنين على مستوى الأحزاب السياسية. ويمكن يعني حنشوف الحزب الديمقراطي بأمريكا بعد 5 سنين، وقت هذا الجيل الصاعد يصير هو متمكن أكثر، هل سنرى تغيير أكبر؟ هذا السؤال. وبعتقد نقطة تانية لازم نوضحها، لأنه أيام بسمع بالعالم العربي أنه في نوع من طلاق بين العالم العربي والعالم الغربي. بعتقد لازم كمان ننتبه أنه مش كل الدول الغربية أخذ هذه المواقف. إذا بناخذ موضوع إيرلندا، وصراحة امبارح كان في بعض من اليونيفيل يعني بقوات حفظ السلم على الحدود بين لبنان وإسرائيل من الايرلنديين رافضين اوامر اسرائيليه من اخلاء مواقعهم، ودبابه المركبه يعني بينهم وبين الايرلنديين صارت يمكن مترين ونص. لازم واحد يعترف كان في بعض المواقف من اسبانيا وبلجيكا مهمه جدا. يعني بعتقد اليوم احنا اذا عم نحكي عن موضوع التحالفات، ما بعتقد من التبسيط جدا ان نقول هو تحالف الجنوب ضد الشمال، لانه عم نشوف حتى داخل الجنوب في بلدان مثل الهند وقفت وقفة قوية جدا مع إسرائيل. يعني الهند تحت مودي ليست هي الهند تاريخيا وموقفها من قضايا العدالة بلدان الجنوب، ونرى بلدان أخرى كالأرجنتين كمان أخذ يعني موقف حاد وداعم كليا لإسرائيل. فبعتقد اليوم إحنا بعملية خلط أوراق، الواضح أنه القضية الفلسطينية هي حتكون قضية توضيح أطر المواجهة بعدة مجتمعات وداخل المجتمعات الغربية. وآسف طولت عليكم. شكرا شكرا ليم. لا حديث يعني مهم جدا، يعني هناك ان القضيه الفلسطينيه هي اصبحت الاطار التحديدي في المواجهه. هناك كذلك المواقف الاوروبيه ليست مواقف واحده، هناك اكثر من اتحاد اوروبي او مواقف اوروبيه، وهذا شيء نراه. كمان تحدثت عن الامم المتحده ومؤسسات الامم المتحده المهزومه، ونعود إلى الشرق الأوسط وخصوصا موضوع من منظور اليمن فارع على حس الآن. الآن الحوثيين يطلق الصواريخ على إسرائيل، لأول مرة اليمن تطلق صواريخ بعيدة المدى. ما هي الفرص والمخاطر التي نشأت بعد 7 أكتوبر، وخصوصا بعد توسع الصراع ليشمل عدة فواعل اللي هنا الستيت اكتورز وكذلك عدة دول، يعني وهنا ليس فقط اليمن ولكن بشكل عام؟ الفرص والمخاطر من أي وجهة نظر تتحدث؟ ما فهمت السؤال. الفرص الفرص والمخاطر اللي نشأت بعد 7 اكتوبر، ان الفواعل او النون ستيت اكتورز اصبحت اكثر تتحكم في مصير دول، اصبحت هي وعلى القوية، كذلك أن بعض الدول أصبح لها مواقف واضحة، يعني دولة مثل قطر أصبحت أحد التحالفات الدولية في أن هي فاعل أكثر مثلا من دولة مثل مصر أو السعودية.
هيك المقصود مثلا. أوكي واضح مشكور. خلني أولا أضيف إلى الكلام الذكي والعميق اللي قاله نديم المتعلق بالمعضلة أنا أسميها الغربية المتعلقة بإسرائيل. هناك شيء مهم لابد أن نحن نفهمه في الشرق الأوسط. بالأخير إسرائيل هي مشكلة غربية أكثر مما هي أي، هي استجابة لجريمة غربية بالأخير، استجابة لجريمة النازية. حتى الآن لما تروح، وهذا انعكس طبعا على السياسيين وعلى صناعة القرار اليوم الغربي، لما تروح لبروكسل وتتكلم مع كثير من الدبلوماسيين الغربيين مثلا، ليش إنه تشوف إنه موقف المفوضية العامة مثلا، المفوضية العليا على عكس جوزيف بوريل، تشوف انه موقف منسقة المفوضية موقف زبالة اخلاقي وانسانيا وسياسيا. تتحدث مع كثير من الدبلوماسيين في بروكسلز يقول لك والله اصلا هو اجدادك اذا مش ابوي وامي بشكل مباشر كانوا متورطين فيما حصل في النازية. فهو حصل تصدير لهذه المشكلة الى الشرق الاوسط والتواطؤ معه، وهذا موضوع خطير طبعا، لكنه لابد ان احنا نفهمه. بالاخير حضور إسرائيل في المنطقة بهذا الشكل هو محاولة غفران غير جميلة طبعا، ولكنها محاولة غفران أوروبية على الجرائم التاريخية التي ارتكبت بحق اليهود، وهذا الشيء الذي لازم أن يتم. والمشكلة الثانية الذي بيقولها نديم وأعتقد أننا أتفق معها تماما، وأيضا الانتخابات الآن في الغرب صفرية، زيرو سام جيم، يعني اللعبة هي صفرية، إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين بكل الجهة. وهذا الموضوع انعكس على السياسة، كيف بتتم بالمنطقة، كيف بتحصل، كيف بتنتهي، ولكن أثني بشكل مضاعف على فكرة أنه لا يوجد نحن وهم. هذا مهم الكلام اللي إحنا نتذكره. اليوم أكبر متعاونين مع إسرائيل في المنطقة هم الدول العربية في الواقع في نهاية المطاف، ليسوا دول غربية فقط. وهذا أيضا عودة إلى سؤالك ينطبق على اليمن وعلى الميليشيات المتواجدة في اليمن. إذا ما فكرنا بحزب الله بصفته خط الدفاع الأول عن إيران، لابد ما نفكر بالحوثيين بصفتهم خط الدفاع الأول عن حزب الله بنفس السيكونسينج، بنفس المقاربة. وهذا سينعكس بالأخير، الأجندة تغيرت، الأولويات تغيرت، أولويات هذه الدول تغيرت الآن. وهذا مهم، إنه منح 7 أكتوبر أو عواقب 7 أكتوبر منح كثير من الميليشيات والأنظمة الدكتاتورية في المنطقة فرصة لممارسة مش بس استحواذه، وإنما لممارسة طريقة طبيعة حكمها الغير شرعي الغير وطني الجرائمي نحو مواطنيها. وهذا بالتأكيد هو أسوأ ما حصل إلى الآن فيما يتعلق مثلا باليمن. أنت الآن حتى وإن كنت قبليا واجتماعيا وليس قانونيا ودستوريا يمكنك أن تحاسب عبد الملك الحوثي، الآن لا تستطيع أن تحاسب. هذا الموضوع الأخوة اللبنانيين طبعا يعرفوه منيح، يعرفوه من قبلنا من 2006 تقريبا 20 سنة، لكن هي نفس المشهد بالأخير. لديك أطراف فاعلة غير دولتية تزدهر، وأطراف لا يوجد لديها خط أحمر ولا يوجد لديها علاقة بالقانون أو بالأخلاق. وهذا الموضوع هو ما يجعلها برأيي تتشابه مع نتنياهو، تشابه مع إسرائيل كدولة كفكرة بالمستوى الطويل ومستوى الأبعد المتعلق بكيف يكون لك علاقة بمجتمعك، أو على الأقل إذا مش بمجتمعك بمن هم تحت سيطرتك. هذا هي أكبر مخاطر حصلت إلى الآن بالمستوى الكبير. اليمن علاقته بفلسطين ليست جديدة على فكرة، أو بالقضية الفلسطينية. لما تشوف جنوب اليمن من الثمانينات والسبعينات كان له علاقة كويسة بحركة التحرير، كان اليمن يخوض يعني معركة محترمة وطنيا وقانونيا ودوليا. لكن الآن اللي حصل هو اختطفت هذه السردية، اختطفت فعلا لصالح محور المقاومة ولصالح أجندة
لا وطنية ولا تخدم فلسطين ولا تخدم اليمن ولا تخدم لبنان ولا تخدم أي من هذه الدول. بس هذه هي التحدي اللي الآن إحنا نواجهه. كيف يمكن أن تكون أنت ضد الإبادة اللي بتحصل للفلسطينيين في غزة وبنفس الوقت مع فكرة المواطنة المتساوية في بلادك التي لا يؤمن بها لا حزب الله ولا الحوثيين ولا أحد من حلفائهم بالمنطقة؟ وأعتقد هذا هو أكبر تحدي بنواجهه الآن على المدى الطويل، وخلق معادلة سياسية وسردية سياسية محترمة تستجيب لمعاناة الفلسطينيين واللبنانيين، وبنفس الوقت تستجيب أو لا تكون رافعة للأجندة الطائفية الميليشياوية الغير وطنية الغير دستورية والوسخة لهذه الجماعات. هذا تحدي مهم، وأعتقد أنه بالنسبة للمفكرين وبشكل عام المجتمع المدني في المنطقة هذا هو أكبر تحدي يمكن أن تواجهه. كيف تواجه نتنياهو الفلسطيني الإسرائيلي عفوا، وكيف تواجه نتنياهو المحلي؟ هذا هو المعادلة الذي لازم أن احنا نديره ونتعامل معها بالتعامل مع مجرمي الحرب بأشكال وطنية ومختلفة، ولكن في نفس الوقت متسقة، لأنه الآن السردية هي منقسمة يا إما أو، وهي تشبه على فكرة، هذا هو الشيء الوحيد وهذا آخر حاجة أقوله، الذي يشبه جورج دبليو بوش مع محور المقاومة الآن، إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين، نفس الكلام، إما أن تكون معنا أو مع الإسرائيليين. وهذه معادلة لابد أن تفكفك، ولابد من التعامل معها بشكل محترم وشكل وطني لا يستجيب للأجندة الاستقطابية، ولكن في نفس الوقت يتعامل زي ما كان عم يقول نديم وحفصة أولا بالمستوى البسيط باحترام حياة الإنسان، سواء هذا الإنسان كان هو في بلدك أو في بلد آخر. هنا هو التوازن الصحيح اللي أعتقد بيكون تحدي لازم أن احنا نحاول أن احنا ندوزنه بشكل أو بآخر. تفضل. شكرا 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 كثير فارع، يعني الفرصة مهمة جدا هنا، أن الفرصة للفواعل غير الدولتية أن تحدثت عنها، وكذلك أن هناك تحدي أكبر في مواجهات القيادات الطائفية، وكذلك أن التحدي الأكبر أن نخلق مجتمع غير رافع للأجندات الطائفية فواعل. طبعا هذا أكيد راح يأثر على المستقبل، وراح يأثر على كيف نرى المستقبل وكيف سيكون المستقبل. ولكن ننتقل الآن بسؤال للجميع، نعم، وهو هذا آخر سؤال قبل أن نفتح باب الأسئلة، إلى أين نحن ذاهبون؟ حفصة، أين نحن ذاهبون؟ وهون كيف تقرأين مستقبل دور مصر، الأردن والخليج في 3 دقائق أو 4 ماكسيموم؟ شكرا. لا ليس راح اخذ وقت كثير. بالتأكيد واتفق مع فارع، وطبعا الشغل المجتمع المدني اللي احنا نعمله دائما انه نشر قوة المنظمات اللي غير حكومية مسلحة على مستوى المنطقة، من أساسه أزمة حكم، أزمة اقتصادية، أزمة شفافية على مستوى البلاد، يعني أو سواء يعني تكملت و وليس يعني مشينا بحل الصراع، حل الحروب في المنطقة، وهذا الشيء أساس ليس في أي حل للوقت الحالي وتصعيد من إسرائيل. راح نشوف أي حل أو أي يعني تطبيع أي يعني سياسة داخلية أو خارجية يحل هذا الموضوع. فدائما لازم نرجع ونفكر ونتذكر انه على مستوى المنطقة كل بلد ليها مشكلة الشرعية والشفافية والحكم من اساسه. بس الى اين صراحة، بكل صراحة احنا حاليا بكابوس. يعني اوكي، احنا ناس اشتغلنا بالمنطقة أكثر من 10 سنين، أكثر من 15 سنة، عشنا حروب، عشنا
ثورة، عشنا كل شيء، عشنا انتفاضة وغير، بس وحضرنا العالم، حضرنا بعض، حضرنا العالم، حكينا كثير بعد 7 أكتوبر بخوف التصعيد، توسيع الحرب إلى لبنان وغيرها ومناطق غيرها، سوريا، العراق. حاليا احنا في وقت بالمنطقة حكينا فيه كثير، بس ليس بالتأكيد، يعني تخيلنا شفنا انه اسرائيل راح تهاجم بهذه الطريقة بدون اي رد فعل من امريكا، من الولايات المتحدة، وما في اي شيء، يعني اي ما في اي قانون، او يعني من ناحية داخل اسرائيل قانون قضاء، يعني حتى الحركة المجتمع المدني بإسرائيل ما تقدر توقف الحكومة وخطة الأمن، الخطة الاستراتيجية العسكرية. فما بعرف، يعني طبعا الأساس والأولوية سواء دول الخليج أو يعني كل الدول بالعالم، وقف التصعيد لما نوصل لأي حرب ما بين إسرائيل وإيران. أنا خوفي إن راح نشوف الحرب بشكل حرب ما بين العراق وأمريكا بشكل مرة ثالثة في آخر 20 سنة. وما بعرف كيف الواحد يعني، أو كيف الدول بتفكر توقف هذا التصعيد. وعلى مستوى يعني، أو آخر شيء بس على مصر، مصر من الأساس، مصر والأردن بتلعب دور إن لا يكون في، يعني نرجع للوضع الراهن. وطبعا ما في أي طريقة نرجع للوضع الراهن، سواء 6 أكتوبر، والصراحة سواء قبل 2011 والثورات اللي تمت على مستوى الدول العربية. فالأمر الأمني على مستوى الإقليم هذا الأولوية وأهم شيء، والصراحة ما عندي رد كيف نرجع لأي شكل، يعني تشكيلة الأمر الأمني اللي هو متبني من أمريكا واتفاقية سلام مع دولة إسرائيل بشكل أكثر من رسمي، يعني اتفاق سلام وما بعد التطبيع وتكملت بالهدوء اللي كنا عايشين به من قبل. شكرا. إذا شكرا حفصة، وأعتقد هنا يعني آخر شيء حكيتي إنه لن نرى هدوء، وأتمنى أن نرى الهدوء، ولكن يبدو بعد عام من المذبحة لا يمكن أن نرى هدوء. الآن أعود مرة أخرى إلى فارع، ولكن إلى أين نحن ذاهبون؟ كيف ترى دور الفواعل مثلا اللادولتية في المنطقة في 3 دقائق؟ نحن في زمن تزدهر فيه الميليشيات. هذا الموضوع مؤسف، ولكنه أيضا كان من قبل 7 أكتوبر للأسف الشديد. ولا يمكن أن نحن نرمي كل مشاكلنا في المنطقة على 7 أكتوبر، لا، كان في قبل دول وأطراف وميليشيات فاعلة بشكل غير دولتي وبشكل غير محترم وبشكل لا يحترم الدستور ولا يحترم القانون ولا يحترم حقوق الإنسان، وهذا الموضوع للأسف مستمر. 7 أكتوبر لا تغطي عن عيوبنا، ولا يجب أن تغطي عن عيوبنا الدولتية والسياسية والقانونية وكل ما نحن نعيشه في المنطقة حاليا. هذا موضوع لازم نكون صريحين فيما يتعلق فيه تحديدا. واللي أحب أن أنا أضيفه هو أيضا له علاقة أيضا بسؤالك. الدول العربية لا تحتاج أن تطبع مع إسرائيل، هي تحتاج أن تطبع مع شعوبه. هذه أنظمة، أو الأنظمة العربية للدقة، لا يوجد لديها علاقة مع شعوبه، سواء تتكلم عن نبيه بري في لبنان ولا عن محمد بن سلمان بالسعودية، لا علاقة له بالحياة اليومية وبأولويات ومسائل واحتياجات ووطنيات اليوم أو اليومية لمواطنيها. فهنا اللي احنا نحتاج ان احنا نشتغل عليه، على تطبيع علاقة هذه الأنظمة بالمعنى الجيد للكلمة وليس السيء الذي احنا نعرفه عادة، على كيف يمكن ان احنا نحاول ان احنا نعيد
صياغة هذه المعادلة، وكيف ان احنا نحاول ان احنا نخلقه. لا يمكن ابدا وبتاتا ان تكون ضد اسرائيل وانت تنتهك حقوق مواطنيك. لا يمكن ابدا وبتاتا ان تقنعني انك شخص محترم وانت اصلا لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، سواء في البحرين، سواء في اليمن، سواء في إيران، سواء في لبنان. إذا أنت مش مقتنع بهذه الفكرة، لا تمتلك أدنى حق أخلاقي في الحديث عن فلسطين. بالأخير، كيف يمكن أن نحن نخلق هذا الموضوع أو نحوله إلى معادلة سياسية؟ هذا هو التحدي. يا ريت عندي إجابة، بس ما فيش، لأنه التحديات اللي نواجهها يا ريت أسوأها كان إسرائيلي. إحنا معانا يعني تحديات محلية وإسرائيليات محلية شنيعة. هذا الموضوع في هناك تحديات وجودية ودستورية وقانونية لازم أن احنا نتفاعل معه، ولازم أن احنا نتفاعل مع علاقتنا بالعالم. زي ما كان أول بيقول نديم، القصة مش احنا وهم، القصة كلام فاضي. لما تشوف أنت تفكر بدولة كأيرلندا مثلا، فعلا هذا كلام مهم. كيف تخلق أجندة سياسية وطنية وإقليمية تتعامل مع التفاعلات المحلية والدولية والإقليمية وتخلق سردية وسياق محترم؟ هذا الموضوع لا يمكن أن يتم فريلانسينج بالقطعة. ما فيكش تكون مع حقوق الإنسان بسوريا وضد بلبنان، ما فيكش تكون مع حرية الفكرة. يعني أنا لما أفكر كيمني، لما كنت في صنعاء في بداية هذه الحرب، فعلا ما جرى شنيع يعني من قبل السعودية والإمارات. خلينا نكون صريح معك، هل هذا شنيع يعني يشبه ما تفعله إسرائيل اليوم في غزة؟ هذا الكلام إذا أنا قلت أي كلام أقل من هذا فأنا كاذب ومتواطئ. كيف إن احنا نخلق هذه الحالة العابرة للحدود، العابرة للسياقات، العابرة للأيديولوجيات، العابرة لكل انحياز متواجد معنا، ونخلق حالة محلية وإقليمية ودولية تنحاز للإنسان؟ هذا هو أكبر تحدي برأيي، وهذا هو ما أكبر ما فشلنا في بو إلى الآن، مش إحنا كأشخاص، وإنما أيضا كفكرة عامة، كنضال، كدول، كمنطقة وكعالم. إذا ما قدرناش إن إحنا فعلا، وأنا أرى أن هذا الموضوع ربما يبدو مبالغ، لكنه فعلا فكرة وجودية، إذا ما قدرناش أن احنا نخلق هذه الأشياء العابرة للتقاطعات وهذه التضامنات العابرة للتقاطعات، لا يمكن أن ننجو. مش بس بسبب 7 أكتوبر ودواعيه، وإنما حتى بسبب الاحتباس الحراري. اليوم العالم اللي الطريقة اللي يعيش فيه بو هو مرتبط بشكل ما، من تصدير الأسلحة إلى تصدير التلوث من الصين وألمانيا. كيف ان احنا نتعامل مع برأيي؟ هذا هو التحدي. شكرا 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 فعلا. يعني عشان نبقى وقت لبعض الأسئلة إذا كان في إمكانية. طبعا راح أعطي الآن، بما أنه بنحكي الشرق الأوسط وفي تغيرات كبيرة، نديم، إلى أين نحن ذاهبون؟ كيف تقرأ الشرق الأوسط؟ هل هو أقرأ شرق أوسط جديد أم عالم جديد؟ يعني بعض الدول العربية أصبحت أقرب لإسرائيل من الفلسطينيين في بعض الحال، وبعض الدول التي حسب الفلسطينيون أنهم ابتعدوا عنهم شعبا وحكومة أصبحت في الصف القريب من الفلسطينيين. كيف تقرأ ذلك؟ هلا انا على كل حال هيدي عباره شرق اوسط جديد بخاف منها كثير فما بستعملها. واضح نحن على باب لحظه محوريه، وصلنا 20 سنه عم نعيش لحظات محوريه وتغيرات كبيره. ما بعتقد الملامح وضحت بعد 100%، بس انا برايي فيني اقول في 4 نقاط حابب اقولهم قراءه اوليه للحظه اللي احنا عايشين فيها. اول نقطه اللي هي احنا بمنطقه في سؤالين محوريين ما عالجناهم حتى اليوم على المستوى الجيوستراتيجي، وإذا ما عالجناهم رح نضلنا بهالدوام. الأول يلي هو موضوع القضية الفلسطينية، أوكي، يلي بعتقد يعني 7 أكتوبر ذكرنا إنه مش حتختفي بهالسهولة، وحتى إذا اليوم إسرائيل مع نتنياهو قامت بمزدوجين انتصارات تكتيكية وغيره، بعتقد القضية الفلسطينية تبين ما لم يتم معالجتها
سيبقى هنالك خلل بالمنظومة الأمنية الإقليمية. أوكي. والنقطة الثانية يلي يمكن احنا ما ركزنا عليها كافي بشكل كافي هو موضوع دور إيران بالمنطقة. أوكي. دور إيران بالمنطقة من بعد الثورة الإيرانية بال79 عشنا الحرب بين صدام وإيران، بين العراق وإيران، عشنا يعني عدة حروب. بعتقد اليوم كل ما كان في محاولات لعزل إيران كليا عن المنطقة تدخل إيران عبر النون ستيت أكترز، عبر الجهات الغير حكومية، غير دولية، عبر الميليشيات، وهيدا عم بيشكل خلل بمنظومة الحكم. فبعتقد عندنا هالسؤالين لازم يتلقى يعني جواب لهالسؤالين، القضية الفلسطينية ودور إيران بالمنطقة. بعتقد هيدا لإلي درس واضح بالعام الماضي، وإحنا كيف حيلتقى الجواب؟ أكيد مش الجواب حيجي من باب الإسرائيلي. هون هل المنطقة قادرة إلى أن تجد أجوبة إلى هؤلاء السؤالين؟ النقطة الثانية هون يمكن ما بوافق فارع كلياً، بس هيدا شيء عم فكر فيه. احنا عشنا اخر 15 سنه يعني يمكن العصر الذهبي للميليشيات بالمنطقه. اوكي. بعتقد تكنولوجيا هالميليشيات ان كان بنعتبرها حركات مقاومه او لا، بس كنون ستيت اكتر قدرت يكون عندها قدرات اقوى من الدول اللي هن موجودين فيها. اكيد حزب الله كان النموذج الاول، بس اذا بنشوف اليوم ميليشيات الشيعية بالعراق، إذا بنشوف الحوثيين وغيره. يمكن كان أحد الأدوار المسؤولين عن ذلك هو التكنولوجيا سمحت لهالمجموعات أنه هي تصير بقدرة عالية من التنظيم والفعالية، يعني صار فيها هي تنتج صواريخها، هي تنتج هذه المواضيع، حتى تنتج الدرونز تبعولها. يمكن هيدا السؤال كنت عم فكر فيه هالفترة، انه يمكن احنا عم ندخل بلحظة تكنولوجية ترجع تعطي القوة والسيطرة للدول، وهيدا اللي عم بتفرجينا اياه اسرائيل. يعني احنا عم ندخل هلا بعصر البيج داتا، عم ندخل هلا على الحرب بطريقة مختلفة عن اللي شفناه اخر كم سنة. هي حرب اكيد مرتكزة على قيم يعني على موضوع المعلومات الاستخباراتية وغيرها، بس عم نشوف انه اسرائيل عم تستعمل البيج داتا، عم تستعمل الالجوريزمز بالاباده تبعيتها او حتى بالحرب تبعيتها بلبنان. يمكن هيدا حيرجع يعطي ادفانتج للستيت اكترز مقارنه. فما بعرف احنا متجهين لوين، لانه بعتقد بعدنا كثير منا احنا المحللين للمنطقه عم نفهم جاي نستوعب شو صار بين اسرائيل وحزب الله اخر اسبوعين. يعني بالتحليل العسكري التقليدي ما بنفهم شو صار اخر اسبوعين، حتى بقدرات اسرائيل الاستخباراتيه وغيرها. ففي شيء يعني تاني بعتقد على مستوى التكنولوجيا عم ندخل عليه بعد مش فاهمينه 100%. النقطة الثالثة هو المنطقة بعدها عم بتعيش وما عم بتلاقي ما بعد دول الولايات المتحدة، والولايات المتحدة كمان مش عم تعرف كيف هي تطلع من المنطقة. عم تلاقي غنية هوتيل كاليفورنيا، you can check in anytime you want but you can never leave. لا ما بعرف ترجمة، يعني الولايات المتحدة من أيام أوباما كل كم سنة بتقول احنا بدنا ننسحب من الشرق الأوسط، وإلا بنرجع عم نشوف ترجع بالبرجات الحربية وبترجع بتواجدها، وعم بينحكى هلا في 30 ألف عسكري أمريكي بالمنطقة موجودين وكذا وغيره. واضح أن المنطقة خاصة بعد العام اللي قطع باتجاه نوع يعني المنطقة بحاجة إلى نظام إقليمي أمني بوست أمريكان ما بعد الولايات المتحدة. ما هي قوائم هذا النظام؟ هون الفراغ المخيف. يعني هذا الفراغ المخيف، دول عربية متشتتة ضعيفة غير قادرة مثل ما حكي فارع يعني غير قادرة حتى تبني علاقة ثقة مع مواطنيها. فهذا السؤال ما بعرف شو حيكون، بس واضح أنه بدنا نفتش على دور، وبعتقد الحل هو هالدور. أنا برأيي على كل حال هذا أملي، يعني نقدر نلاقي نظام إقليمي ولا من جهة نكون مجبرين نلتحق بالتيار الأمريكي الإسرائيلي، ولا نجبر نلتحق بالتيار الإيراني، ولكن أن يكون هنالك يعني بديل ثالث قوائمه مش واضحة بعد. والنقطة الأخيرة وبختتم فيها، آخر كم سنة يعني كان سنة نسمع كثير على أنه هيدي لحظة الخليج سياسيا بالمنطقة، يعني تقل المنطقة انتقل إلى بلدان الخليج وانكتب عنه كثير، وواضح أنه اقتصاديا
حتى يعني ثقافيا قدرة الاستقطاب للخليج قوي جدا. بس عم نشوف كمان انه قدرة الخليج الاقتصادية ما قدر الخليج يقدم يقترح نظام إقليمي جديد يجد الجميع مكانه فيه. أوكي، فهيدا كمان بعتقد اليوم رحنا بحاجة نفكر فيه، مش لحالنا بس نرجع يعني بعد كل شيء عشناه من 2011 لليوم، إعادة ترميم العلاقات. ما هي المنظومة اليوم يلي ممكن نرجع نبني عليها من دون حكي فاضي انه راح وحده عربيه وغيره، واحنا بلحظه تشتت مخيف، نرجع نبني على مبادئ ثابته، منظومه اقليميه تاخذ بعين الاعتبار لكن هالسؤالين الاساسيين، قضيه الفلسطينيه، موقع ايران، موضوع النظام يلي هو المواطن بالمنطقه العربيه يحس حاله انه هو مواطن وليس فقط تحت سيطرة الدولة تبعيته، وترجع الدولة تقدر ترجع تنتزع من الميليشيات القدرة اللي أخذتها آخر كم سنة. لازم هذه الدولة تكون عادلة وماكنة، هذا هو التحدي الكبير. كيف نصل إلى ذلك؟ ما هذا اللي إحنا يعني مجبورين نشتغل عليه للسنين القادمة. شكرا شكرا نديم، يعني سؤال كبير يعني، وأعتقد الإجابة عليه تحتاج سنوات طويلة. كيف يمكن أن نفعل هذا وذا؟ طبعا راح أفتح باب الأسئلة هان. في سؤال هو قديم من بداية الحل البانيل، ولكن إن كان في سؤال أسئلة أخرى يرجى كتابتها في خانة الأسئلة. وتالا تسأل، وهنا الإجابة أي حدا حاب يجاوب يجاوب هذا السؤال لأنه سؤال قانوني. Are there باللغة الإنجليزية Are there any legal instrument that can be applied to stop the Zionists from advancing their neo-colonial agenda, for example land grabs and regional domination؟ أي حدا منكم حاب يجاوب على هذا السؤال يتفضل. هو سؤال قانوني. I can فيني جاوب. I can answer in English just to gain some time if that's okay. هي اسمها تالا أعتقد، فهي عربية أعتقد أو ما No, عندهاش. that's actually ما بعرف. بس I'm just very briefly. I mean, I think the legal instruments are being used that are potential there, right? The first one is the South Africa bringing against Israel for genocide to take measures. Okay. And the second one is under international criminal law, which is the ICC, and we have two pending requests for arrest warrants by the prosecutor. Now, we are living in a moment that the international norms, the enforcement mechanism for international norms are at their weakest. So unfortunately, I don't think the solution will be strictly legal. That doesn't mean that our struggle for justice and accountability should not also take legal actions, because this is defining normative frameworks that are very important. And I also think, if we go back to the earlier conversation, that maybe there's a younger generation which is not in power now, but that is approaching these issues differently, defining things like apartheid, like genocide, like war crimes, like crimes against humanity matters in the struggle for more global justice. But, and I think we're at a moment very close to where we were, where the norms are there, the enforcement is absent. شكرا نديم. طبعا لا يوجد أسئلة أخرى هون في خانة الأسئلة. على ما يبدو أننا 3 دقائق أو دقيقتين قبل الموعد المحدد، ولكن بما أنه ما فيش أسئلة أشكر الحضور، أشكر نديم، حفصة، وفارع. نتمنى أن لفارع السلامة بالسفر، يعني نتمنى أن الطيارة تيجي للشرق الأوسط، يبدو أنهم حاطين ضدك. وشكرا لكم، ونلقاكم في حلقة أخرى في حال أفضل ولمناقشة مواضيع أكثر هدوءا. شكرا للجميع، تحياتي لكم.